مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقه الجديده في برنامج قطوف اللي تعودنا ان احنا نقدم لكم من خلاله دايما وجبه ثقافيه، بتكون وجبه خفيفه بنتعرف من خلالها على اماكن كتيره ومتميزه سواء في مصر او في العالم. كمان بنتعرف من خلال البرنامج على مجموعه اشخاص بيكونوا متميزين في مجالاتهم او حتى مبدعين، وبالإضافة لده أيضا بنهتم أيضا من خلال برنامجنا بالموروثات المتعددة الثقافية اللي بتعكس واقع حضارتنا وثقافتنا المصرية وأيضا العربية. المثل الشعبي هو أحد أعمدة الأدب ومن أقواها تأثيرا وأكثرها شيوعا لعبارته الوجيزة وملامسته لحياة الناس وتجاربهم وخبراتهم ولسهولة حفظه. وللأمثال الشعبية سحرها الذي لا يستهان به، فلقد كانت في الماضي حاضرة دائما على لسان الأجداد، كما تختزل الأمثلة الشعبية العديد من الخبرات الشعبية في قالب إنساني وتقدمها للآخرين بقوالب جاهزة كي يأخذوا منها العبرة، وهي تترجم الواقع والآمال وتنقل صورة حية عنه، كما أنها تساعد في إعطاء صورة عامة عن الأفراد والمجتمع وتقرب الصورة مهما كانت بعيدة. لهذا فإن أهمية الأمثال الشعبية لا تقل عن أهمية التراث، والأمثال الشعبية هي مرآة للناس، فهي تعكس ثقافة الشعوب وتختصر الكثير من القصص والأحداث في كلمات قليلة، وتساعد في تقريب المعنى من العقل وتثبته في الذهن. كما أن الأمثال الشعبية لها دور مهم في الحفاظ على هوية الشعوب، لأنها تمثل التراث الإنساني العريق، وهي أيضا مستودع للعادات والتقاليد وتحمل في طياتها خلاصة التجارب الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، حديثنا اليوم عن الأمثال الشعبية. الأمثال الشعبية تعد بمثابة العملة الاجتماعية للشعوب، ولا يخلو شعب من الشعوب ليس لديه أمثاله الشعبية التي يستخدمها في حياته، كما أن الأمثال تدخل في تكوين هوية الشعوب. لماذا؟ لأنها محملة بقيم اجتماعية وآراء سياسية وأفكار ونصائح اقتصادية، ورغم أن الشعوب تقع تحت ضغوط اقتصادية وسياسية تؤدي إلى تحولات كبيرة في مزاجها الشعبي وقيمها وثوابتها، إلا أن المثل الشعبي يظل صامدا أمام كل هذا. والمثل الشعبي هو تعبير تلقائي يقال بعفوية، بمعنى أنه دون ترتيب وقصير للغاية، يشبه في عصرنا الحالي الرسائل SMS، ويردد كثيرا في كلامنا. حينما يتحدث بعض الأفراد مع بعضهم يتزل ويؤدي الغرض والنتيجة. فالمثل الشعبي يعتبر موروث حضاري ضخم، لأنه خلاصة تجارب الأجداد ويحتوي على حمولة كبيرة من القيم والعادات، وهو يخاطب قلب السامع ووجدانه. ونظرا لأهمية الأمثال اهتم كثير من الباحثين مثل إبراهيم شعلان وفي كتابه الشعب المصري في أمثاله الشعبية، وأحمد تيمور باشا وأحمد أمين وغيرهم كثير. فنقول مثلا في الأمثال العامية، قل للزمان يلقى ويتلقى لما شيخ العرب يحتاج للسجة. وواضح طبعا في هذا المثل أن هناك يعني طبقتين من الشعب، شيخ العرب طبعا دلالة على الوجهة الاجتماعية، والسقة دلالة على الطبقة الأقل في المستوى الاجتماعي.
وهذا المثل يقال عندما يطلب واحد من وجهاء المجتمع طلب ما من الناس الأقل شأنا في أي مجال من المجالات، والأدهى أن هذا الطلب لا يلبى لهذا الوجيه من الأقل منه، فيقال قل للزمان يلقى ويتلقى لما شيخ العرب يحتاج للسجة. والأمثال الشعبية عملة لها وجهين، فمرة ينكر حالة ومرة أخرى يؤيدها. فنقول مثلا لبس البوصة تبقى عروسة، دي في الدلالة على أن الواحدة لو مش ولا بد يعني، لكنها لو لبست وتهيأت وعملت شعرها وتزينت بالزين إلى حد ما تصبح مثل العروسة. وعلى الوجه الآخر إيه تعمل المشطة للوش العكر، ده معناه أنه مهما تكون الواحدة يعني لابسة ومتهيئة ومسرحة شعرها وكذا برضو ما فيش فايدة. فطبعا ده الدلالة على أن الأمثال الشعبية يعني لها وجه إيجابي ووجه سلبي في نفس الوقت، كل موقف من المواقف سواء كان هذا الموقف إيجابيا أو سلبيا تجد هناك مثلا يدلل على هذا الموقف. نقول أيضا في أمثالنا الشعبية اللي اختشوا ماتوا. طبعا هذا المثل له حكاية، كان في مصر والشام قديما حمامات عامة موجودة حتى الآن في القاهرة مثل حمام بستك وحمام التلات وغيرهم في منطقة مصر المملوكية مصر القديمة. المهم أن الناس كانوا يذهبون لهذه الحمامات للاغتسال والاستحمام، ودخول هذه الحمامات كان بمقابل مادي، وكان لها هيئة إشراف تقوم عليها تنظيم الدخول وإسلام الملابس وتجهيز المياه وكذا والصابون ومشتملات الأمر كله. ويروى أنه في أحد الأيام شب حريق في أحد هذه الحمامات، فالبعض ممن كانوا في هذا الحمام خرجوا في حالة ذعر وهم عراة ولم يخجلوا من عوراتهم، أما الذين خجلوا ممن لديهم حياء فلم يخرجوا بالطبع التهمتهم النيران، وهم بهذا فضلوا الموت على أن يرى أحد عوراته. والناس بطبيعة الحال في مثل هذه المواقف يسألون ماذا حدث بسبب هذا الحريق، هل أحد مات في هذا الحريق؟ فكانت إجابة صاحب الحمام دائما اللي اختشوا ماتوا، وصارت مثلا. نقول مثلا في معرض كلامنا 100 فل و14، نقول هذا في معرض الكلام للتعبير عن مدى كمال الشيء وإتمامه على أكمل وجه. وهذا الكلام ينقلنا مباشرة إلى الفن الفرعوني، وهذا الفن معروف أنه كان في خدمة المشروع الديني، لم يكن الفنان يبدع على هواه وعلى رؤيته، لكنه كان يبدع بما يناسب وما يخدم المشروع الديني في الحضارة المصرية القديمة. لذا لا تجد جدارية في أي معبد من المعابد ممهورة بتوقيع أحد الفنانين، لأنه كان هو أيضا ذاته وفنه في خدمة المشروع الديني بشكل عام. طالما هذا لا بد أن يكون، طالما المسألة يعني مرتبطة بناحية دينية فلا بد أن يكون الأمر برمته منضبط في رسوماته وفي موضوعه وكذا. فالرسومات كلها كانت عبارة عن الفنان يقسم الجدارية إلى مربعات 19، وكان طول الإنسان العادي في هذه الرسومات سواء كان في القرابين أو في أي موضوع من تقديم القرابين أو التحنيط أو في أي موضوع من الموضوعات، كان طول الإنسان العادي في هذه الرسومات 19 مربع وعرضه 6 مربعات، وإذا ضربنا 6 في 19 نلاقيها 114 ولا يجوز الخروج عنها، بهذا يكون العمل على أكمل وجه، وبالتالي نقول الموضوع ده 100 فل و14. ونأتي إلى مسمار جحا.
حكاية هذا المسمار أن جحا كان يملك دارا وأراد أن يبيعها دون أن يفرط فيها، يعني عين في الجنة وعين في النار. وهذا أيضا مثل يقال لمن هو يعني يلعب على الجانبين أو الونجين كما يقال. فاشترط جحا على المشتري أن يدق مسمار في جدار البيت، فوافق المشتري ولم يفطن إلى خباثة جحا من هذا الشرط. وبعد فترة غير قصيرة من الأيام فوجئ الرجل بجحا يدخل عليه الدار، فاندهش الرجل وسأل: ما أتى بك يا جحا؟ فقال له جحا: جئت لأطمئن على المسمار. فرحب به الرجل وقدم له أصول الضيافة من طعام وخلافه. فضلت الزيارة وأصبح الرجل في حيرة من أمره لطول فترة وجود جحا في المنزل، لكنه فوجئ بأن جحا يخلع عباءته وفرشها على الأرض وتهيأ للنوم. فأثار هذا الصنيع حفيظة المشتري وسأله عن نيته، فأجاب جحا بهدوء: سأنام في ظل مسماري. وتكرر هذا الأمر كثيرا، فلم يستطع الرجل الاستمرار على هذا الوضع وترك المنزل. ومن هنا نقول لمن يترك أمرا ما معلقا في التفاصيل لأمر ما، ده مسمار جحا. الأمثال الشعبية كمان مجهولة المؤلف، يعني لا يوجد مثل من هذه الأمثال نستطيع أن نقول أن هذا المثل يرجع إلى فلان أو مرجعه إلى فلان. لكن في الواقع هناك مثل شائع في الواحات وخاصة واحة الخارجة، معروف هذا المثل ومعروف من أطلقه، وهو المثل يقال الهم يتلم على الهم. ومطلق هذا المثل واحد اسمه حسين أبو زيد، وكان رجلا عسكريا وكان مرتبط ارتباط كبير جدا، يعتبر كان ظلا لمدير المديرية أو محافظ محافظة الجنوب، وكان تابعا لسلاح الحدود. وفي في في يعني حكاية هذا المثل أنه في مرة من المرات جلبوا في احتفالية معينة أو يوم للترفيه جلبت راقصة من وادي النيل. فطبعا بطبيعة الحال بيجلس العمد والمشايخ والوجهاء والتجار والأعيان في الصف الأول، والشعب كله في بقية الدائرة. فأخذت هذه الراقصة يعني ترقص، وإذا بواحد من عامة الشعب يعني اقترب منها ورقص معها. فأطلق حسين أبو زيد هذا وهو جالس مع الوجهاء الهم يتلم على الهم، فصارت مثلا، ومن الممكن أن يقال الله يرحمك حسين أبو زيد للدلالة على هذا المثل. ويعتبر هذا هو المثل الوحيد المعروف مرجعه ومؤلفه.